الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اولى فقرتنا. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، نادي الزمالك زي ما يكون متعود دايما على النتائج الكبيرة والخسارات بنتيجة ضخمة. نادي الزمالك وفي بطولة أفريقيا للهوكي كان بيلعب مباراة نهائية أمام نادي الطيارات في حلوان، نادي الطيارات اللي كسب نادي الزمالك في المباراة بتاع دور المجموعات 4-1. النهاردة كانت مباراة النهائي، وكالعادة دايما نادي الزمالك ما ينفعش يطلع من مباراة إلا بنتيجة كبيرة. هذه المرة لم تكن 5 ولا 6، فخسر الزمالك بنتيجة 7-2 في نهائي أفريقيا للهوكي الأرضي بالنسبة لنادي الزمالك. مبروك لنادي حلوان وطيران أو طيارات حلوان اللي فاز على الزمالك وفاز عليه في دور المجموعات. طبعا لو كان الزمالك كان كسب كنا هنشوف زيطة ما يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك إن لجنة الاحتواء رشحوا الحكم واحد من حكام الاحتواء إبراهيم نور الدين للتحكيم في البطولة العربية، مش كحكم ساحة، لا والله مش حكم ساحة، ده حكم فار كمان، يعني مش هيبقى مؤثر بالدرجة يعني في الماتشات، لكن المسؤولين ورئيس لجنة الحكام في بطولة العرب الغانم أحمد رفض واستبعد كابتن إبراهيم نور الدين من البطولة بسبب ما أثير من مشاكل حوالين إبراهيم نور الدين قبل كده والخناقة اللي كانت حصلت في البطولة العربية، فتم استبعاد كابتن إبراهيم نور الدين. أنا عايز أسأل سؤال لكابتن أحمد حسام ميدو. أحمد حسام ميدو الراجل اللي بيمشي شوية على سطر ويسيب سطر، أحمد حسام ميدو اللي في الحالات اللي بيكون فيها شك لصالح النادي الأهلي بيروح يجيب الحكم الإنجليزي جاليجر عشان يحكم ويقول الكرة جون للأهلي ولا مش جون للأهلي، ضرب الجزاء للأهلي ولا ضرب الجزاء على الأهلي، الكرة الخاصة بالنادي الأهلي. واللي بيكون فيها شكوك بنلاقي ميدو بيستضيف جاليجر الحكم الانجليزي المشهور وبيجيبه يستضيفه في البرنامج بتاعه هاتفيا وبيعرض عليه الحالات. كنت اتمنى من احمد حسام ميدو انه ينهي الجدل المثار حوالين لجوء عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لأحد أصدقائه، مش زلاتان ولكن أحد أصدقائه في الاتحاد الدولي لكرة القدم. كان على الأحرى أن ميدو يجيب جاريجر، وده حكم محايد، حكم إنجليزي، راجل خبير تحكيم عالمي، وكان هيقول الحالة، هل الحالة بتاعت الزمالك وسيراميكا كيلوباترا تستدعي ضرب الجزاء ولا ما تستدعيش ضرب الجزاء؟ كنا هنشوف الإجابة على الهواء مباشرة بدل من كلام عصام عبد الفتاح، واللي هاني حتحوت طلع قال لك احنا تواصلنا مع الحكم اللي قال عليه عصام عبد الفتاح، وطلع الراجل ما يعرفش اي حاجة عن اي حاجة خالص، ولا عصام عبد الفتاح كلمه ولا عصام عبد الفتاح سأله ولا عصام عبد الفتاح قال اي حاجة. فهنا السؤال ليه كابتن عصام عبد الفتاح، انت سألت مين يا كابتن؟ ولا بتشتغلونا ولا بتضحكوا علينا ولا بتكذبوا علينا؟ اتمنى الناس يعني يبقى عندها نوع من انواع المصداقية عشان لما يقفوا قدام ولادهم يعرفوا يقولوا نص كلمة لعيالهم، انما لما تكذب او تحاول انك تكذب او تشتغل الناس بحكاوي وقصص ليس لها على ارض الواقع من شيء فعيب. النهاردة زي ما بننتقد يا جماعة في كل حاجة لازم نرفع القبعة، وده واجب على فكرة، لكن الموقف المحترم من صفحة إيطاليان زملكاوي النهاردة وعدد من الصفحات النهاردة اللي بتدعم أبو تريكة، عدد من صفحات نادي الزمالك الغير رسمية على السوشيال ميديا زي صفحة عمر جابر فانز وزي صفحة إيطاليان زملكاوي، كم صفحة كده محترمين النهاردة بدأوا يدعموا محمد أبو تريكة. اليومين اللي فاتوا كان في نوع من أنواع الإسفاف والتخلف العقلي من البعض،
واللي كان بيتريق على ابو تريكه ويقول لك ابو تريكه عايز يعمل بومت كده يبان قدام الناس ان هو المثالي وان هو الراجل الاخلاقي وان هو الراجل المحترم وان 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 وعايز ياخد اللقطه. ابو تريكه مين اللي هياخد اللقطه؟ النهارده بحترم جدا ايطاليا الزملكاوي اللي نزلت صوره ابو تريكه وقالت بعيدا عن اي انتماءات موقف يستحق كل المسانده، الدين اكبر من اي انتماءات كرويه. شابوه لصفحه ايطاليا الزملكاوي وصفحه عمر جابر، الكل بيتضامن مع محمد ابو تريكه اللي الموضوع ملوش علاقه بالانتماء يا جماعه ولا بالانديه ولا باي شيء، لكن القضيه تخص هويتنا، القضية تخص ديننا سواء كان دين مسيحي دين إسلامي دين يهودي. الأديان السماوية الثلاثة رفضت رفض قاطع ما يدعو إليه الغرب في موضوع غير سلوكي وغير إنساني وغير سوي. كلكم عارفين أنا بتكلم على إيه، يعني موضوع الـ HSUs دوت، يعني حاجة قلة أدب، حاجة منافية لطبيعة الإنسان وفطرة الإنسان. فمحمد أبو تريكة طلع طالب إن اللعيبة العرب المفروض ما يشاركوش في الجولة 13 والجولة 14. الكل بيتضامن مع أبو تريكة بعيدا بقى عن الانتماءات بعيدا عن الأهواء. دي ظاهرة هتضر كل البشرية وهتضر كل الناس والأجيال القادمة، فكان لازم يكون في موقف محترم من الكل سواء كان إيطاليا زملكاوي أهلاوي أي موقف أو أي انتماء ملوش علاقة بالموضوع ده، موضوع إنساني سلوكي أخلاقي. طيب تعال نروح لمرتضى منصور اللي كان ليه تصريحات النهاردة مع شيكابالا، هقولك على بعض التصريحات وهنعقب عليها ونرد عليها. شيكابالا اتهم بعض الزملكاوية على السوشيال ميديا، قال لك شوية العيال الضالة اللي ماسكين صفحات الزمالك قبل ما امشي كانوا دايما بيشتموني ويقولوا ان انا بشتم وبتخانق وبعمل مشاكل، ولما رجعت وفتحت صفحة جديدة مع النادي الاهلي هم نفس العيال القبيضة قالوا الحق ده باع القضية وراح يتصالح مع النادي الاهلي، بلاش اوانطة انتوا شوية عيال ضالة هاو هاو زي ما انتوا عايزين، الموضوع مش هيهز شعرة مني وانتوا مهروشين. طبعا قبل كده احمد حسام ميدو اعترف ان في صفحات قبيضة والبعض من جمهور النادي المنافس على السوشيال ميديا بيبقوا قبيضة وبيتوجهوا. النهاردة بيأكد الكلام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللي وجه رسالة حزينة لأحمد موسى النهاردة، وقال الإعلامي أحمد موسى بيقول إنه حزين على اللي بيحصل للنادي الأهلي عشان هيفضل سنة كاملة بدون نائب للرئيس وتجميد العمري فاروق. قال لك طب إحنا نعمل إيه بقى الزمالك يا عم أحمد اللي فضل سنة كاملة بدون مجلس إدارة ومع ذلك حصدنا الدوري؟ لا تعال بقى هنا لحظة، الزمالك عندما تم حل مجلس مرتضى منصور كل الناس وقفت جنب الزمالك، وزير ولأول مرة في التاريخ بنشوف وزير بيقعد مع لاعب عشان يقنعه بالتجديد ويطمنه على مستقبل الزمالك، بنشوف بنك حكومي بيدفع قرض 90 مليون جنيه بدون أي ضمانات، بنشوف ضغوط على الشركة الراعية إنها تدفع مستحقات الزمالك مقدما، بنشوف حكام بتوجه البطولات لصالح نادي الزمالك، بنشوف كل ده وفي الآخر الناس تطلع تقولك الزمالك كان من غير مجلس إدارة. أعتقد إن الزمالك ما شافش في سنينه كلها لا ايام مرتضى ولا غير ايام مرتضى زي السنة اللي فاتت دي، كسب اغلب البطولات بالتوجيه وهفضل اقولها بالتوجيه. قال مرتضى انه كان عنده مشكلة في المخالفات ضده، واهم مخالفة هو انه كان بيدي اللعيبة فلوس اكتر من فلوسها. يا جدعان ما هو يعني اذا كان اللي بيتكلم فاللي بيستمع عاقل، دلوقتي النهاردة انت بتقول كنت بتدفع للعيبة فلوس اكتر من فلوسها، طب اللعيبة اللي اشتكت الزمالك وخدت احكام ضد الزمالك، اللعيبة اللي موجودة دلوقتي وكانت بتطلع كل يوم تقول احنا لينا مستحقات ولينا 6 شهور و7 شهور ما بناخدش فلوس، نصدق مين ونكذب مين؟ مين الصادق ومين الكذاب؟ الامر معروض قدام حضراتكم، قولوا لنا يا جماعة عشان الواحد خلاص عقله هيشد، مين الصادق ومين الكذاب؟ لما اللعيبة كانوا بيطلعوا وما بيرضوش ينزلوا التدريبات بسبب المستحقات، الناس اللي ماسكة الزمالك اللجان المؤقتة كان يطلع يقول لك في لعيبة بقى 6 شهور و7 شهور ما بتاخدش فلوس،
اللعيبه نفسها طلعت اتكلمت، لعيبه اشتكت الزمالك وامه لا اله الا الله اشتكت الزمالك عشان المستحقات الماليه. مين الصادق بقى ومين الكذاب؟ قال لك هيتم الغاء جميع العقود بتاعه الاعاره واللعيبه هترجع تاني، وانا هعمل جلسه مع رؤساء الانديه، واللي مش عاجبه هروح للاتحاد الدولي لكره القدم. اعتقد الاتحاد الدولي لكره القدم ملوش علاقه بموضوع اللجان المؤقته. اللجان المؤقتة بتقوم بنفس دور مجلس الإدارة المنتخب، والدليل إن النهاردة الاتحاد الدولي عين لمصر مرة لجنة عمرو الجنايني ومرة لجنة أحمد مجاهد، فاللجان مش معناها إن هي غير قانونية أو وجودها غير قانوني. طبعا كل الكلام ده ولا له أي قيمة على الجانب اللائحي أو القانوني. لو الأندية رفضت إنها ترجع اللعيبة المعارة محدش يقدر يعمل لهم حاجة، ولا حد يقدر يقول ان العقود اللي معاهم عقود غير قانونية. النهاردة الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب للمحليين النهاردة قال تصريح صادم لكل الزمالكاوي، تصريح فيه تقليل من شأن نادي الزمالك. تصريح بالنص اللي قاله حسين عموتة، قال لك كاس العرب هتكون فرصة لأشرف بن شرقي انه يفتح افاق جديدة للانتقال لاندية اكثر تميزا من نادي الزمالك. قال ان الزمالك في اندية اكبر منه في القارة الافريقية او الاسيوية، فبن شرقي عايز يروح نادي اكبر من كده عشان يحقق بطولات ويحقق ارقام ويحقق انجازات. الغريب خالد الغندور، خالد الغندور اللي بدل ما يطلع يهاجم الحسين عموتة في موقف غريب ومريب بالنسبة لي، بدل ما يطلع يهاجم الحسين عموتة طلع يدافع عن الحسين عموتة وقال لك لا 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 لا، هو ما قالش كده يا جماعة، لا قولا واحدا يا عم، ده التصريح في مؤتمر صحفي، الراجل بالصوت والصورة وبشحمه وبلحمه بيقول لك أشرف بن شرقي المفروض يروح يلعب في نادي أكبر من النادي اللي هو موجود فيه. تطلع انت بدل ما تدافع عن ناديك يا كابتن خالد، يا كابتن خالد الكرامة لا تباع ولا تشترى، إن لم يكن الإنسان لديه كرامة يبقى كل عام وأنتم بخير. بدل ما تطلع تدافع عن ناديك وتوجه رسالة للحسين عموتة والأشرب، أنت خايف من أشرب بن شرقي؟ يعني أنت خايف على إحساس أشرب بن شرقي وخايف على إحساس مدرب المغرب ومش خايف على مشاعر ناديك واسم ناديك اللي تهان وتقل منه في المؤتمر الصحفي؟ أنا معرفش، معرفش الكابتن خالد عايز ايه بالظبط، يعني انا معرفش. قال لك سيبك من ده بقى، تعال نروح لموضوع تاني بالنسبه لخالد الغندور. قال لك على فكره مونتيري المكسيكي اللي الاهلي هيلعبه ده يا جماعه في الدوري بتاعهم اللي هيلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه في الدوري المكسيكي مركزه السابع، يعني زي فيوتشر عندنا كده. يا اخي انا ما شفتش زيكم بصراحه ربنا والله. يعني طبعا خالد الغندور بيمهد لان لما تكسب هيطلع يقول لك انا شفت انا كنت قايل لك ايه، تعمل زي فيوتشر كانك بتلعب فيوتشر مش فرقه كبيره، ولو خسرت هيقول لك بص شفت الاهلي خسر من فرقه تعبانه ازاي، انا قايل لكم انا كخالد غندور قلت لكم دي فرقه تعبانه والاهلي فرقه تعبانه، فهو خسر من فرقه تعبانه مش محصله فيوتشر يا جماعه قولا واحدا. انا عايز بس اقول لخالد الغندور، هي قرعه كاس مصر هتتعمل امتى يا كابتن خالد؟ معلش ما هو كل جماهير الزمالك بيسالوا سؤال محير، متى ستقام قرعه كاس مصر؟ وهل بطوله السوبر المصري السعودي هتقام بعد كده؟ ودوره حوض النيل والسوبر حوض النيل هتقام ولا مش هتقام يا كابتن خالد؟ لان جمهور الزمالك متشوق بقوه لاكبر بطوله على مستوى العالم، بطوله سوبر حوض النيل. خالد الغندور عايز اسالك سؤال، هو انت ليه ما حفلتش على الاهلي بالخمسه بتوع مونتيري؟ يعني ليه ما طلعتش قلت مثلا مونتيري اللي هيلعب الاهلي ده يا جماعه كسبانه خمسه قبل كده؟ انا عارف ان رقم خمسه صعب عليك ويمكن ما بتقولوش في حياتك دلوقتي، رقم خمسة بقى رقم صعب بالنسبة لخالد الغندور وأمثال خالد الغندور من جماهير نادي الزمالك العريقة. أعتقد رقم خمسة يا كابتن خالد مش هتقوله تاني لا على الأهلي ولا للأهلي.
بعدين يا كابتن خالد في حاجة برضه عايز أقولها لك، الموضوع مش بالترتيب يا كابتن خالد، الموضوع مش بالترتيب، لأن الموضوع لو بالترتيب ما أنا ممكن أجيب لك فرقة درجة تانية زي بني عبيد طلعتك من كاس مصر، فرقة زي ولايتا ديتشا، فاكرينها ولايتا ديتشا اللي طلعت الزمالك من دوري أبطال أفريقيا وحطته على الكونفدرالية. الموضوع مش بالترتيب على قدر ما هو الموضوع بقيمة الفريق وإمكانيات الفريق. هل يعلم الجهبس خالد الغندور العبقري الإعلامي نمبر وان بالنسبة للزملكاوية واللي بيقود جماهير نادي الزمالك تفكيريا أو فكريا، هل يعلم خالد الغندور أن القيمة التسويقية لنادي مونتيري 81 مليون يورو؟ عارف يعني 81 مليون يورو؟ يعني القيمة التسويقية للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وحط فوقهم 20 مليون يورو كمان، وحط فوقهم 20 مليون يورو. هذا الجهبز العبقري اللي ما فيش حد بذكائه، خالد الغندور ذكائه مش محدود، ده تخطى كل الحدود. هو في حد زي خالد الغندور ولا في جمال وحلاوة وعقل الأخ خالد الغندور؟ طيب عايز أقول لك إن الجهاز بتاع المنتخب حصل فيه ما يشبه مشادة وخناقة ما بين أعضاء الجهاز والراجل كارلوس كيروش. جهاز المنتخب كان بيتكلم مع كيروش على أزمة تجارب المواعيد بتاع كأس العالم للأندية، وإن الأهلي محتاج بعض اللاعبين عشان يكونوا موجودين معاه في كأس العالم للأندية. الراجل قاعد يزعق ويجعر، فين فينجادة فين فينجادة فين فينجادة. الراجل زعلان ومستاء جدا وقاعد يزعق للجهاز المعاون، وقاعد يقول إنه ملوش علاقة بكأس العالم للأندية وإنه مش هيفرط في أي لاعب للنادي الأهلي. طبعا ده مدير فني على ما تفرج، وهو عارف هو جه ازاي عشان يدرب منتخب مصر. كابتن فاروق جعفر كريم ابو حسين قال النهاردة معلومة مهمة جدا. قال لك ايه؟ قال لك كابتن فاروق كان عايز يخش القايمة بتاعة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك، ومرتضى رفض وقال له انا مش هخون احمد جلال ابراهيم، ورفض انه يدخل فاروق جعفر وصدمه في الانتخابات بتاعة نادي الزمالك. خلصت اكبرنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام عليكم.